أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفنا العزيز جدا، أحد الوجوه المشرقة في تاريخ الكرة السعودية والآسيوية، أحد اللاعبين اللي قدموا للكرة السعودية وقدموا للوطن خدمات جليلة، واليوم الوطن يكرم محمد الدعيع. مساك الله بخير أبو عبد العزيز. مساك الله بالخير ومسي على أخوان المشاهدين الكرام، وإن شاء الله نصير ضيف خفيف عليهم إن شاء الله. طول عمرك خفيف على الناس يا أبو عبد العزيز. الله يسلمك يعطيك العافية. محمد، اليوم يعني إحنا في برنامج كورة لما نتكلم مع واحد عنده كل هذا التاريخ وكل هذا الإنجاز وكل هذه الأرقام وكل هذا التواضع، يعني التواضع الطبيعي مش مصطنع، تأكد أنه إحنا جدا فخورين أنه إحنا في برنامج كورة نساهم لو بشيء بسيط من مع مساهمة الوطن في تكريم محمد الدعيع وتسليط الضوء عليه اليوم وعلى مسيرته الحافلة والطويلة والتاريخية في الرياضة السعودية. والله أنت ما قصرت صراحة، برنامج كورة أعتقد أنه خذت تجربة معه، يمكن بطولة كأس آسيا من أفضل البرامج صراحة، حتى الراحة النفسية في الاستوديو ما شاء الله، حتى الاستوديو اليوم يمكن أول مرة أدخله، ولكن أنت ما قصرت صراحة بالحلقات اللي راحت يمكن كذا يوم وتم تتكلم عن محمد الدعيع، وهذا ما هو غريب عليكم صراحة، لأنكم أنتم دائما سباقين بتكريم أي أحد إن شاء الله. بس أنت أخذت معنا تجربة التحرير وكنت تجيب لنا عشاء كل يوم. بعدين غير كذا قبل ما نبدأ تذاكر هذه هي. أوكي. تذاكر. صحيح. يعني ما في قدام المشاهدين، هذا وعد طلبت لي وهذه هي جبتها حضرت لك. هذه التذاكر طبعا أحضرها لنا كابتن محمد الدعيع، هي تذاكر محمد وثامر. تذكرون الطفلين اللي كانوا مع أخوان في مجموعة أمنيتي، وقلنا إحنا اتصلنا بمحمد الدعيع. محمد الدعيع اليوم دخل قبل ما يسلم وقبل ما يقول شيء. هذه التذاكر حقت المرضى وعنده وعده، طبعا احنا شاكرين لك محمد، راح توصل التذاكر لهم. ابو عبد العزيز، التجربه اللي اخذتها معنا في كاس اسيا واللي كنا احنا سعيدين فيها كل يوم، وكنت فيها نجم في التوقعات وفي الاخراج في البرنامج. لا توقعات، لا توقعات النصر الاحمد والعشاء اللي كنت تجيبها. انا اهم شيء عندي انه افضل من النصر الاحمد صراحه بالتوقعات. لا ابو سعد، ما في احد اصلا جاب النتائج اللي جابها ناصر. هذا اللي اقول لك دائما احنا. ابو عبد العزيز، قبل ما نبدا الحوار معك وقبل ما نبدا الحديث نقلب في تاريخ محمد الدعيع الطويل جدا، يعني بقدر المستطاع راح نحاول في خلال هذه الحلقه ان احنا نتحدث عن تاريخ محمد الدعيع. اطلب من جمهور كابتن محمد الدعيع عبر تويتر ارسال مشاعرهم الخاصه وتعليقاتهم الخاصه والشيء اللي يحبون يقولون محمد الدعيع في يوم تكريمه، وراح ننقل محمد امام المشاهدين وللمستمعين. قبل ما نبدا الحوار يعني نبدا بهذا التقرير اللي اعده زملائنا فريق الاعداد للكابتن محمد الدعيع. من أصعب الأمور التي تواجهك أن تكتب في نجم أفعاله وإنجازاته تتحدث قبل غيرها، أن تسرد تاريخ رجل كل حدث في سيرته يستحق التوقف، أن تصف نجومية وإبداعات لاعب هو منبع للنجومية والإبداع. أما الأدهى والأمر فهو أن تصوغ عبارات وجمل عن ظاهرة الأرض محمد الدعيع. من أين أبدأ؟ هل أبدأ بوصف دموع الإسكتلنديين حين حرمهم هذا الأسد من تحقيق لقب كأس العالم للناشئين على أرضهم أمام صيحات جماهيرهم، ويصبح ذلك اللقب سعودي ويحقق الأخضر الصغير لقب كأس العالم بقيادة الدعيع؟ أم أحكي عن ما كتبته الصحف البرازيلية عن الثقة التي يمتلكها مرعب المهاجمين في نفسه وقدراته؟ وهل يجب علي أن أبدأ بالعرض الذي قدمه السير أليكس فيرغسون لهذا النجم الملكي؟ لكن عدم السماح للاعب السعودي بالاحتراف حينها أصاب السير بخيبة أمل، ولا أستطيع أن أنسى تواجده مع المنتخب السعودي في 4 بطولات كأس عالم متتالية. أي تاريخ تملك وأي منجزات لديك؟ أنت الأسطورة الأعظم لحراس آسيا، وأنت عميد لاعبي العالم، أنت صانع الإنجازات محمد الدعيع. رحيلك حسرة وفقدانك ألم وابتعادك ضيم، لكنها المجنونة. يا له من عملاق، يا له من دعيع، يا له من حارس. قررت أن تخلع القفازات الذهبية
لطالما شهدناك تخلعها، ولكن سرعان ما تعود لترتديها وتقف من جديد حاميا لعرينك. وهذه المرة رميتها خلفك، أي لا رجوع ولا عودة ولا استثناء. برج آسيا يا سادة تزحزح عن مكانه، فهنيئا لكم معشر المهاجمين، الأخطبوط رحل واعتزل. ومن لا يصدق الخبر فليشاهد ذلك بأم عينه الخميس المقبل. هو بأخلاقه قدوة وبأدائه مضرب مثل وعلامة فارقة بإنجازاته. ماذا عساي أن أقول؟ أتعبت قلمي يا أبو عبد العزيز. من هو مثلك تهلك في وصفه الأقلام؟ الطائي، الهلال، المنتخب السعودي بكافة درجاته تشهد لك شباكهم بأنك دافعت عنها ببسالة، حتى وصفوك بالحارس المطاطي لسرعة الاستجابة وقوة ردة الفعل. مغادر أنت ولن ننساك، راحل أنت وستبقى في الذاكرة، مبتعد أنت وستخلد ذكراك في صفحات الرياضة السعودية للأبد. بطولاتك وألقابك كبار لا لها مقياس. محمد يا عميد المجد من ساسه إلى راسه، إذا كان الهلال البحر الأزرق موطن الألماس، أنا أشهد يا دعية أنك أغلى وثمن الماس. أنا أشهد يا دعية أنك أغلى وثمن الماس. مسفر الخثعمي كورة. أبو عبد العزيز، اليوم أنت تقف قبل مباراة الاعتزال، يعني 24 إلى 48 ساعة، يعني في نتكلم على يوم الخميس وإحنا اليوم الثلاثاء وداخلين في يوم الأربعاء. إيش يبغى يقول محمد الدعيع اليوم لكل الجمهور الرياضي، لكل محبيه في كل الوطن العربي؟ أول شيء تركي نشكر اللي أعد التقرير صراحة، يمكن ذكرنا بأيام زمان وذكرنا في كأس العالم 94 و98، وأعتقد التقرير فعلا يعني يمكن إحنا نفخر فيه كلاعبين، أنك لما تشوف التقرير حتى وإحنا يعني خلاص اعتزلنا ووقفنا عن كورة، لكن زي التقرير هذا حتبقى سنين قدام صراحة. تستاهل أبو عبد العزيز. وطبعا أقول للجمهور ما قصروا معي صراحة، لا الإعلام الرياضي ولا الجمهور، سوى الجمهور جميع الأندية وفي جميع الملاعب المملكة، الحمد لله دائما أنا وياهم أخوان صراحة. يمكن في جدة ألقى تصفيق حار، في الدمام ألقى تصفيق حار، في جميع ملاعب المملكة أعتقد أني ألقى تصفيق حار، وهذه هي اللي الكنز الحقيقي أنا لي كلاعب، أنه محبة الجمهور هذا ومحبة الناس لي، هذه هي اللي أعتقد أني خلتني أستمر أكثر من 20 سنة في الملاعب. محمد، كانت صعبة يعني أنه أنت تحافظ على هذا الحب مع كل الجماهير؟ الجماهير أندية منافسة، ما جيت تكلم عن جمهور النصر، الأهلي، الاتحاد، هذه أندية منافسة للهلال، وشاهدتها بأم عيني في كثير من المناسبات، في اعتزال مجد عبد الله مثلا، في اعتزال حاتم خيمي، وجدت ترحيب فيك غريب. والله الحمد لله، يعني هذا طبعا أنا كنت قبل ما أنتقل للهلال كنت أنا فريق الطائي، ودائما تعرف إمكانيات فريق الطائي أو نادي الطائي ما هي بإمكانيات الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الشباب أو الأهلي، ودائما يصير بأن تحدي. يعني يمكن مرة طلعنا الهلال من كأس ولي العهد، مرة طلعنا الأهلي، مرة طلعنا الشباب. أعتقد هذه الجمهور لما تشوف، يعني تعرف فريق الطائي أنت يمكن ما في إلا محمد الدعيع في المنتخب الأول، وإمكانيات اللاعبين طبعا يعني الحماس والروح طبعا يفرق عن الأندية الكبيرة الأندية الصغيرة، لكن هذه انتقلت للهلال برضه الحمد لله ما تغير حب الجمهور، لأن تعرف أنت اللاعبين يمكن لاعبين النصر، لاعبين الهلال، لاعبين الاتحاد، يعني تعرف الجماهير يعني ما هي ذاكلها، ولكن أنا ولدت في حايل وطلعت من نادي صاحب إمكانيات بسيطة، والحمد لله هذا هو اللي ساعدني على محبة هذه الجمهور. إيش بقى من محمد الدعيع والطائي؟ بقى الكثير، يعني انتقال ما هو نهاية العلاقة مع الطائي، العكس، الطائي يمكن وقفت معه قلبا وقالبا، دائما إدارات الطائي من جلب لاعبين واكتشاف لاعبين، وأعطي الطائي كل وقتي بعض الأحيان، والحمد لله الطائي في قلبي، لأنه هو اللي
وصلني للشهرة هذه والسمعة هذه الطيبة، والتربية قبل كل شيء، التربية اللي ربوني إياها الحمد لله هي اللي خلتني أواصل أكثر من 20 سنة بحب الجماهير هذه. الصدفة كان لها دور في حياة محمد؟ الصدفة طبعا لعبة الصدفة أدوار كثيرة في مراحل كثيرة في حياتنا. 99% الصدفة. 99% من مراحل حياتك الرياضية كانت فيها صدف؟ كلها صدف. يعني أول شيء التحقت فريق الناشئين في الطائي، طرت من قبل المدرب ولد خالتي فهد العنبر رحمة الله عليه، يعني فهد يطردني، وفرج الطلال الله يذكره بالخير ويطول بعمره إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية يرجعني. بعد رابع طرده طلعت من فريق الناشئين ورحت الفريق اليد كلاعب كرة قدم. لاعب كرة قدم كنت راس حربة. ليش كانوا يتكلمون يد وما يد وكنت لاعب يد؟ لا هذه اليد المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كنت راس حربة. المرحلة الأولى هي طردت منها اللي هي راس حربة. راس حربة تعرف أنت أول المدارس والحواري كلها قدم، ما في يعني الألعاب هذه ما نلعبها، لكن في بعض الأصدقاء يلعبون كرة اليد. والله رحت لكرة اليد يوم لعبت تقريبا حدود سنتين. الصدفة الثانية ايش يعني كنت تلعب في اليد؟ حارس. من راس حربة في كرة قدم مطرود إلى حارس كرة. إيه لأنه كانوا الفريق اليد أعتقد كلهم نجوم كانوا وقتها، يعني وفي عندنا 2 و3 كلهم منتخب الأول في منتخب الشباب، يعني ما لي مكان. ولكن رجعت في المركز هذا، والصدفة ودتني التمرين مع ولد خالتي بعد خالد العنبر إلى تمرين الفريق الأول كرة قدم. كرة قدم كان وقتها المدرب شيزنهو. الصدفة صارت بعد برضه انكسرت صبع الحارس، كان ما في إلا حارسين وعبد الله كان رايح منتخب، وتقسيمه أو المناورة أساسية يعني هذه على أساس تجهيز للمباراة. انكسرت صبعه وأنا جالس أتفرج، المدرب قال مدامي لابس، أنا تعرف من الصغر ألبس لبس الحراس وهذا، وخذيت وقتها. قبل ما تكمل، وقتها أنت ما كان في راسك أبداً أنه أنت تلعب كرة قدم حارس، يعني كنت بس حاضر تتفرج؟ أحب أتفرج، رايح أتفرج أنا بس، يعني قال لي ولد خالتي امشي معي ورحت معه. بس أنا دائما اللبس جاهز جاهز، وتعرف كان أول إنجيلة يعني الفرشة الصناعية. وطلبني المدرب شيزنهو برازيلي إني أقف بس وقوف، يعني قد يعني تعرف ضد الفريق الأساسي. ووقفت وصرت نجم التقسيمة أو نجم المناورة، سحبني بسيارته ركبني وداني لإدارة النادي. كان طبعا حنا قصر الأمير مقرن كان ملعب، وتعرف ملعب حائل كان مشيول على أساس يزرع. وداني إلى رئيس النادي راشد مطير الله يرحمه ويسكنه الجنة، وبإدارة الطائي قال إنه هذا لاعب لازم يسجل، هو ما هو عارف إن أنا لاعب كرة يد، ولا هو عارف إني أخو عبد الله الدعية حارس المنتخب. هذه شوف هذا قلت لك هذه كلها صدف. ورفض عبد العزيز الطلال، اني عبد العزيز الطلال كان اللي هو ملقب ابو جلال معروف بحايل انه المشرف العام على كرة اليد، ورفض اني انتقل. وانت كان مستواك جيد في كرة اليد كحارس؟ ايه كان الحمد لله، كنت بختار المنتخب الناشئين كرة اليد. يمكن احنا لعبنا بطولة في جدة وجاني كان مدرب اليد والله ماني بحافظ اسمه، كان سعودي. قال مبروك اخترناك وان شاء الله المعسكر ان شاء الله بعد البطولة هذه بشهر تقريبا. طبعا فرحت، روح المنتخب، والمنتخب هذا أمنية أي لاعب في أي لعبة. طبعا طبعا في أي لعبة أنك تخدم بلدك في أي لعبة، هذه يعني خالصين يعني من الشيء هذا. ولكن رجعت طبعا الحايل وصارت مشاكل، وفرج ضلال يبغاني أنتقل للقدم، وجلال أخوه أخوان على فكرة يبغى، لا يقول أنا ما عندي الحارس واحد، كيف تأخذون الحارس الثاني؟ ولد خالتك يبغى يطردك من ولد خالتي هاي طردني وقضى من الناشئين. ولكن فرج طبعا هو كان مساعد المدرب شيزنهو، هو كان قريب، وولد خالتي فهد طبعا هو الناشئين. طبعا انتقلت بعد ما استقال أبو جلال، استقال انقلوني للقدم. تعرف أنه السبب عدم انتقالك أبو جلال، يعني جلست سنة، قعدت سنة كاملة بسببه هو مو راضي يفرط فيه، مو راضي يقول يا استقالتي يا بقى محمد، يعني ما في يعني لازم يبقى، إذا راحت أنا بس. ولعبت مع المنتخب ولا ما لعب؟ لا ما لعبت، حولت من القدم إلى من اليد إلى القدم. طيب والصدفة الثانية إني أتمرن مع الفريق الأول وألعب بالناشئين، يعني شوف يعني التمرين بالفريق الأول، ولجت مباراة للناشئين وأروح ألعب ناشئين، أروح ألعب شباب
لأنه تعرف ماني يعني مرغوب الناشئين من قبل المرحوم.